أيضا طلاب، لدي الآن التدريب في الصفحة 13. التدريب في الصفحة 13، السؤال الأول حلل العبارة التالية. راح يعطيني عبارة ومطلوب مني حللها. العبارة A المعروضة هنا A تساوي X زائد 1 ب2 X زائد 3 ناقص X زائد 1 بناقص X زائد 2 زائد 5 بX زائد 1 للتربيع. واضح أن العبارة المعروضة ما بين بين، لا هي منشورة على جنب ولا هي محللة على جنب، لذلك أنا مطلوب مني حللها. واتفقنا في الدرس الماضي من اللي بيفصل بين الحدود الجمع والطرح، يعني عمليا بدي انظر لهذا على اساس انه حد، وهاد القوسين كمان حد، وهاد حد، يعني انا تجاوزا راح انظر انا فيها ثلاث حدود، هذا حد وهذا حد وهذا حد. اكيد راح افكر بالعامل المشترك. ما هو العامل المشترك بين هذه الحدود الثلاث؟ ممتاز، هو X زائد 1. بفتح قوس راح قسم كل حد من هذه الحدود الثلاث على المقدار X زائد 1. X زائد 1 ب 2 X زائد 3 على X زائد 1 راح يبقى عندي 2 X زائد 3، لأن X زائد 1 تقوم على X زائد 1 ناقص، هاي الناقص شو بدي منا بنزلها، X زائد 1 بناقص X زائد 2 على X زائد 1، راحت X زائد 1 مع X زائد 1، ظل عندي ناقص X زائد 2، هاي ما بتركها هيك، بحطها بين قوسين، السبب إنها مسبوقة بإشارة ناقص، يعني هاي الناقص إلها دخلي هلق بعد شوي، زائد 5 بX زائد 1 للتربيع على X زائد 1، 5 على 1 5، X زائد 1 للتربيع على X زائد 1، X زائد 1، وبسكر القوس البراني. نفرط الأقواس الموجودة جوات القوس الثاني، بيصير عندي X زائد 1 ب 2 X زائد 3 دخل الناقص زائد X ناقص 2 دخل الخمسة هون زائد 5 X زائد 5 بواحد 5. في القوس الثاني أو في القوس الأيمن راح أجمع الحدود المتشابهة، بيصير عندي X زائد 1 مضروب ب انظر 2 X زائد X زائد 5 X، قديش الناتج؟ 8 X. ممتاز، 8 X، 3 ناقص 2 1 و 5 6، فيكون الناتج X زائد 1 ب 8 X زائد 6. لاحظ كيف أنني قمت بعملية التحليل، خرجت X زائد 1 عامل مشترك من هذه الحدود الثلاث، اعتبرت هاي الطرح وهاي الجمع هنو اللي عم يفصلوا بين الحدود، والأقواس ما بيعملوا حدود، خرجت X زائد 1 عامل مشترك من الحد الأول، بقي عندي 2 X زائد 3 ناقص نزلتها، من الحد الثاني بقى عندي ناقص X زائد 2 والزائد هون نزلتها، ومن الحد الثالث بقى عندي 5 بX زائد 1، فكيت الأقواس الصغيرة الموجودة في القوس الأيمن وجمعت الحدود المتشابهة، حصلت على الشكل X زائد 1 ب 8 X زائد 6. انظر، حصلت على الشكل X زائد 1 ب 8 X زائد 6. أيضا لدي السؤال الثاني، يقول اختزل العبارة التالية. لدي العبارة A المكتوبة بالشكل A يساوي X زائد 1 للتربيع ناقص 2 X زائد 3 للتربيع على 3 X زائد 4، مكتوبة بنص السؤال حلل البسط، هذا الشيء مذكور بنص السؤال. لحتى أني اختزل هالعبارة عطاني توجيه، شو هو التوجيه؟ أن أقوم بتحليل البسط. اختزل العبارة التالي، شلون؟ أول شيء حلل البسط. طلاب أنا بدي اختزل هالعبارة ووجهني إلى تحليل البسط،
لو أمعنا النظر في هذه العبارة كيف يحلل معي البسط؟ البسط هو x زائد 1 للتربيع ناقص 2 بx زائد 3 والكل للتربيع. ألا أستطيع أن أنظر إلى البسط على أساس أنه هو a مربع ناقص b مربع؟ الـ a أنا بدي حلل ما بدي أنشر، أنا بدي حلل. البسط هو x زائد 1 للتربيع ناقص 2 بx زائد 3 للتربيع، فرق مربعي عددين a مربع ناقص b مربع. الـ a مربع ناقص b مربع هو a ناقص b بa زائد b، صح؟ مين هون الـ a؟ الـ a هي مين؟ x زائد 1 للتربيع. x زائد 1 والـ b 2x زائد 3، راح أضرب المجموع بالفرق. أنظر بيصير عندي A، العبارة A تساوي X زائد 1 زائد 2X زائد 3 مضروب ب X زائد 1 ناقص بفتح قوس 2X زائد 3، ولكن كأني أنا اختصرت هاي الخطوة، دخلت الناقص مباشرة على القوس هون، بدنا ننتبه من هاي الناقص هون، الزائد ما بتأثر على 3X زائد 4. الأقواس الموجودة في البسط راح أجمع الحدود المتشابهة x زائد 2x 3x و 3 1 4، يعني بيصفي عندي، أنظر 3x زائد 4 مضروب ب x ناقص 2x ناقص x زائد 1 ناقص 3 ناقص 2 على 3x زائد 4. لو أمعنت النظر في السطر الأخير الذي حصلت عليه x 3x زائد 4 بناقص x ناقص 2 على 3x زائد 4، ألا أرى أن 3x زائد 4 بدها تروح مع 3x زائد 4؟ لأنه هون في عندي ضرب. مين بيبقى عندي؟ بيبقى عندي ناقص x ناقص 2. واضح طلاب؟ أيضا طلاب، عندي السؤال الثالث من التدريب في صفحة 13. يقول السؤال الثالث: أثبت أن المقدار المعطى هو عدد طبيعي. من هو المقدار المعطى؟ المقدار المعطى هو بي، بي والذي يساوي 3 جذر 2 ناقص جذر 3 والكل للتربيع زائد 3 جذر 2 زائد جذر 3 للتربيع. أنا أنظر أو أرى العدد بي على أساس شو؟ على أساس أنه عدد أصم، هكذا يبدو لي، لأنه يحوي جذور صماء. ولكن يطلب مني السؤال أن أثبت أن هذا هو عدد طبيعي، يعني إن واضح أنه لدي هون متطابقة وعندي هون متطابقة، لذلك طلاب راح فك المتطابقتين بالشكل. انظر، فك المتطابقة الأولى، هاي مربع فرق عددين، مربع الأول 3 جذر 2 للتربيع ناقص 2 بالأول بالثاني 2 ب 3 جذر 2 بجذر 3، اختصرت أنا كتبتها مباشرة 6 ما في مانع، صف عندي ناقص 6 جذر 3 بجذر 2 زائد مربع الثاني جذر 3 للتربيع، هاي المتطابقة الأولى. هلق المتطابقة الثانية، مربع الأول 3 جذر 2 للتربيع زائد 2 بالأول بالثاني 2 ب 3 جذر 2 بجذر 3 2 ب 3 6، صح؟ جذر 2 بجذر 3 أو بالعكس 6 جذر 3 جذر 2 زائد مربع الثاني جذر 3 للتربيع. لو أمعنت النظر طلاب، عندي زائد 6 جذر 3 جذر 2 وناقص 6 جذر 3 جذر 2، هدول شو هدول؟ راح يروحوا مع بعض. الآن لأحسب التربيع، 3 جذر 2 للتربيع
التربيع بينزل على 3 وبينزل على الجذر، مربع 3 9 ومربع جذر 2 2، 9 ب 2 18، هاي هي 18 هون صارت، زائد جذر 3 للتربيع 3، زائد 3 جذر 2 للتربيع طلعت معي 18، زائد جذر 3 للتربيع 3، 18 و 3 21 و 18 39 و 3 42. معناته العدد بي المكتوب بهذه الصيغة ايش قد قيمته او من هو؟ هو العدد 42. احسنت، و42 هو عدد طبيعي ينتمي الى ان، وبالتالي العدد بي ينتمي الى ان.